هاي الورشة اليوم تأتي ضمن تحول تجنيد الأطفال، تدريب وبناء قدرات الإعلاميين حول كيفية إعداد تقارير حول تجنيد الأطفال. هاي الظاهرة اللي ظهرت خلال فترة الحرب دخلت علينا يعني كتير، صفت إلى دور كبير وأثرت على أطفالنا كتير. فهوني تم إقرار خطة عن طريق الهيئة السورية شؤون الأسرة قدمتها أو قررت من قبل رئاسة الحكومة، في جانب منا إعلامي توعوي يقع على مسؤولية الإعلام، لأنه أي موضوع بيتم فيه شغل عليه فنيا وقانونيا يجب أن يرى النور من خلال وسائل الإعلام. فالإعلامي اللي يتم لا يستطيع أنه يقدر يقدم هاي التقارير لازم يشترط يكون هو على دراية بهذه المواضيع. فنحن مندرب الصحفيين حول كيفية إعداد التقارير بشان بعدين يتم من قبل إعداد هذه التقارير والمواد لنشر الوعي حول هذه المواضيع.